وفيلم درامي 100% واحد القصة كان واحد القصة زوينة داير الكتابة ديال بشرى ملك وغادي يتم العرض ديالو ان شاء الله يمكن العام الجاي على المنصات ديال الشاهدين. اول مره ثاني مره حيت شربيلو ما كنتش كنضحك تكلمنا هي ماشي اول مره ديريكت دراما كدراما صعيبه و كتبغي واحد انك تبقى فريمون فواحد يعني كنحاول ميكس اول مره نكون في شي بلاطو كنحاول ما نهضرش مع لي تكنيسيان حيت انا كنبقى كنجمع وكنضحك دونك هذه المره كانت شويه صعيبه وتبارك الله تعالى المخرج علي مجبود اللي عنده واحد لاكوش ديالو تري سبيسيال.